صبري على الجمر يا ناس، عايش بالصبر عمري، والجمر فجر أحساب قوى عزمي في أمري. أجيال كانت شابة لما انسجن نائل، حاليا هي في عداد الموتى. في أجيال صغيرة وكبرت، في أجيال انولدت جديد وصارت مع نائل في السجن، في أجيال إلا أنه 41 سنة ونائل صابر يعني ومتحمل، وإحنا الحمد لله رب العالمين يعني متحملين معه، ولا مرة بندم. صح إحنا بنتألم أنه نائل 41 سنة في سجون الاحتلال، إلا أنه إحنا ولا مرة بنندم على أنه نائل انسجن، ولا على أنه أبو عاصف انسجن، ولا على أنه أي واحد منا انسجن أو قدم لفلسطين. يا ليل الظلم لما نقول من 78 وننطلق، أكم مرحلة وكم جيل وكم معاناة وكم رشة غاز وكم شعر شاب. يعني لما بقف الواحد أمام المرآة ويشوف حاله في هذه السنين المتقلبة يشعر إنه في مرحلة كهف. جرح اللي في قلبي صار نيراني وبركاني، والحزن ولت أعصار حطم جيدي سجاني، والعدو لو مهما جار بيدو نسج أكفاني، بعد العتم بيجي نهار شمسه تحرق الجاني. زرته وزرت كمان عاصم ابن أخوه، اثنين كانوا مع بعض جنب بعض في الزيارة، يعني كان عارف أنه بعد أيام كان رح يدخل عام 41. لما سألته أنا يا نائل كيف يعني بتنظر لهذا الموضوع، قال هو لو في عالم حر حقيقة أنا ما بضل كل هاي المدة. ولكن نائل معنوياته عالية، نائل بعطي أمل لأي حدا بيشوفه، ضحكته اللي ما زالت هي نفسها اللي أنا شفته فيها في 2014 هي نفسها اللي برسمها على وجهه. تيجي بتسأله بقول لك نفسي أشوف الشمس، نفسي أشوف القمر، نفسي أشوف الشتاء. بحكي له أنا كيف تقدر تتحمل يا نائل، شو الإشي اللي بيخليك تتحمل هذا الإشي؟ فبذكر لي هيك بحكي لي يعني شو بدي أقول لك، يعني إذا باب السجن اتغير مرتين، باب السجن هو حديد اتغير مرتين، فكيف أنا يعني أنا كإنسان أنا بعد الثواني بوجودي في السجن. يما مرير الكاف ما غير عزم صبري، شايل في قلبي نبراس مخيم في روحي وصدري، روح الفدا ما بتنداف ما غيرني تغريبي. الظلم انزاح يا جراح الألم طيبي، ما عاد يخوفني سلاح ما يرهبني تعذيبي. يا ليل الظلم انزاح يا جراح الألم طيبي، ما عاد يخوفني سلاح.